السلام عليكم وحياكم الله طلابنا. اليوم محاضرتنا الجديدة وهي مقاييس النزعة المركزية. مقاييس النزعة المركزية بالذات اليوم راح ناخذ الوسط الحسابي حتى ندخل معلومات لرواتب شركة معينة، رواتب 10 عمال في هذه المؤسسة أو في هذه الشركة، والمطلوب إيجاد الوسط الحسابي لها باستخدام نظام الـ SPSS. نجي هنا ندخل أسماء العمال ورواتبهم. بما أنه سبق وأن مر علينا وعرفنا كيفية إدخال البيانات، وحتى ما يكون الفيديو أسرع راح مباشرة أدخل الرواتب وأحصل الوسط الحسابي من خلال برنامج SPSS. أجي هنا بهذا المثال فقط أدخل الرواتب وأجي أحصل الوسط الحسابي له. هنا أجي أدخل 10 رواتب للموظفين لا على التعيين، راح أنط هنا هنا 10 رواتب للموظفين. من أنالايز للسكريبت أحول الراتب الشهري أوبشن أشيله. أنا أريد المين فقط وإدارة الصم أخذ. أنا أريد الوسط الحسابي للرواتب، بالتالي أوكي. هنا راح يظهر لي الوسط الحسابي للرواتب الشهرية. شكرا لإصغائكم.